السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة محمد الخضر الكرام، دمتم بألف خير وصحة وعافية. فيديو جديد ومهم جدا وعاجل النهاردة إن شاء الله، هنتكلم عن التقديم برضو للمرحلة الثانوية بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية. طبعا حصل اجتماع للجنة المرحلة الثانوية وحصل فيها أخبار جديدة جدا هنقول لكم النهاردة إن شاء الله بإذن الله. يا ريت تتابعونا في الفيديو ده للآخر عشان نعرف كل اللي قالوه في اجتماع التعليم الثانوي النهاردة إن شاء الله ونقوله تمام. يا ريت لو بتزورنا لاول مره بتشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك وشير للفيديو ده عشان يوصل اكبر عدد من الناس ويستفيدوا، ويا ريت نشير الفيديو اكبر عدد من الطلاب عشان بس يستفيدوا ويعرفوا المعلومات الجديده اللي حصلنا عليها ان شاء الله باذن الله تمام. زي ما كان قدام حضراتكم ده الموقع بتاعنا اللي كان فاتح من كام يوم على تقديم المرحلة الثانوية، الموقع ده كان تقديم المرحلة الثانوية وأنا عملت فيديو عليه وحطيت الرابط بتاعه ودخلنا عليه إن شاء الله عشان نقدم للمرحلة الثانوية، تمام؟ إيه اللي حصل بقى؟ اللي حصل إن الموقع ده كان تجريبي وكل البيانات اللي عليه اتحذفت. كل البيانات اللي عليه والمدارس والناس اللي سجلت اتحذفت، طبعًا كنا بنسجل من هنا خلاص وتسجيل دخول ونبدا مثلا دخول من هنا في الموقع ده، وهعمل عليه فيديو ان شاء الله تفصيلي باذن الله ازاي اقدم على الموقع ده بالتفصيل باذن الله، وازاي اجيب البريد الالكتروني بتاعي من خلال موقع الوزاره. كل ده هنعرفه ان شاء الله في فيديو سابق، بس فيديو جاي ان شاء الله باذن الله. بس احنا النهارده هنعرف بس يتقال ايه في اللي حصل في الاجتماع الاخير تمام. اتقال ايه؟ طبعا مكتوب الى حضراتكم طبعا ده كل الكلام اللي اتقال بالظبط في الاجتماع هنقول لكم ان شاء الله النهارده عشان نعرف بالظبط اتقال ايه وايه اللي جاي الايام الجايه ان شاء الله. الى حضراتكم اهم ما جاء في اجتماع التعليم الثانوي المركزي بالمديريه مع الوزاره امس بخصوص هذا الشأن. كان الموضوع ده كان الاجتماع ده امبارح. اولا اهو زي ما احنا قلنا تم حذف جميع الطلبات المسجله الكترونيا من قبل باعتبار ان الموقع تجريبي ومبدئي، وعلى ذلك تم الغاء وحذف كل المتقدمين، يعني كل الداتا وكل البيانات اتحذفت، يعني لازم نقدم تاني. ده اللي انا عايز اقوله من فيديو النهارده ان احنا لازم نقدم تاني، ومهم جدا نقدم تاني. ثانيا سيبدا التقديم الكترونيا لطلاب الصف الاول الثانوي ابتداء من اللي هو الاربعاء النهارده 14/7/2021 وحتى 15/8/2021 منتصف شهر 8 ان شاء الله. يتم التنبيه مشددا اهو على اولياء الامور والطلاب التابعين للمربع السكني لمدرستكم للالتزام بالتوزيع الجغرافي حسب المدرسه الحاصل عليه منها على الشهاده الاعداديه عند التقديم الالكترونيا. يعني ايه؟ انا الوقت قدمت او حصلت على الشهاده الاعداديه في مدرسه عندي مربع سكني، لازم اشوف المدرسه الثانوي اللي تابع ليها المدرسه الاعدادي واقدم فيها، مش هروح اقدم في مدرسه اخر الدنيا عشان ما اضيعش فرصتي في التقديم. ولو انا مش عارف المدرسه الثانوي اللي انا هروح لها من خلال المدرسه الاعدادي اسال بالنسبه لمدرسه الاعدادي وانا بسحب الشهاده او اسحب الملف او اسال اي حد في المدرسه الاعدادي فين المدرسه الثانوي التابع ليها المربع السكني بتاعي اللي خاضع ليه المدرسه الاعداديه تمام. نيجي بقى للطلاب الحاصلين على مجموع 266 فأكثر يحق لهم التقديم ملفاتهم لأي مدرسة يرغبون الالتحاق بها على مستوى المديرية. أنا جايب 266 كمتفوقين لأن جميع المدارس أو فيها فصول متفوقين أنا ممكن أقدم في أي مدرسة بالدرجة بتاعتي ال 266، مش شرط ألتزم بالمربع السكني بتاعي. ليه؟ الطلاب الحاصلين فقط على 266 درجة فأكثر. تمام، يبقى ده ايه؟ رابعا الطلاب دول لهم حق انهم يقدموا في اي مدرسه على مستوى المديريه. خامسا في خريطه تنسيق الكتروني تسمح للطلاب الحاصلين على 266 زي ما قلنا بتقدم لاي مدرسه بالمديريه بعد استيفاء البيانات واختيار الثلاث رغبات للاداره والمدارس اللي هتقدم ليها. برضو لازم هختار ثلاث رغبات لازم هختارهم برضو عشان ابدا ايه اقدم من خلالهم. سادسا يتم التسجيل الالكتروني من خلال الايميل الموحد. من خلال الايميل الموحد. الموحد ده طبعا لازم هيكون موجود فين؟ في استماره المرحله الاعداديه. لو انت ناسي الرقم بتاعك هترجع له من المدرسه او من خلال موقع الوزاره، هتركز معايا، او من خلال الموقع زي ما احنا قلنا انا مش عارف الايميل بتاعي خلاص هضغط على تسجيل ده الرقم ده وهدخل اسجل ايميل تاني اهو حساب الطالب
وهسجل بالرقم القومي وكود الطالب هيطلع لك الايميل. الرقم القومي طبعا معاك في شهاده الميلاد اللي الكمبيوتر، وكود الطالب هيدهولك في المدرسه او موجود على رقم الجلوس بتاعك. هنعرف التفصيل ده ان شاء الله لما نيجي نسجل باذن الله، او انا هسال المدرسه على الكود بتاعي وهو اللي هيجيب لك الايميل اللي من خلاله هقدم هنا، وده اللي هيجيب لك الايميل اللي هخليه اقدم فين، بريد الكتروني وكلمه ايه السر. هنعرف ده بالظبط ان شاء الله في التفصيل في فيديو قادم ان شاء الله باذن الله. تمام. سابعا، لابد من تسجيل 3 رغبات اختيارات للمدارس التي يرغب الطالب الالتحاق بها لكي يتمكن من حفظ وتسجيل وطبع الملف الالكتروني. مش هيتم التسجيل ولا الطباعه الا لما تختار 3 اختيارات، 3 اختيارات في الموقع نفسه، وهنعرف الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله باذن الله. ثامنا، بعد ان يتم تسجيل الطالب الالكتروني وطباعه استماره الرغبات الكترونيا، يتم التقديم في الملف الورقي، تقدم بها في الملف الورقي للمدرسه على حسب التوزيع الجغرافي للمدرسه. زي ما قلت لك، اول حاجه التوزيع اول حاجه التقديم الالكتروني. بعد كده هاخد الورقه، بعد ما اطبع الورقه بتاعتي ان انا قدمت فيها، هاخدها مع الملف الالكتروني بتاعي، الملف الورقي خلاص اللي فيه شهاده الثانويه، اللي فيه شهاده الاعداديه، وفي صوره الصور بتاعتي الشخصيه، وفي الصوره بتاعت شهاده الكمبيوتر اللي هي المستخرج، كل الكلام ده في الملف بتاعك اللي هقدمه في المدرسه الثانوي ان شاء الله. تاسعا، يتم قبول الملفات الورقيه بالمدرسه بعد ان يتقدم الطالب للتسجيل الالكتروني. لازم تسجل الكتروني، وبعد استيفاء باقي المستندات المطلوبه زي ما قلت، مثل اصول استماره النجاح وشهاده الميلاد الى اخره. عاشرا، سيتم غلق الموقع الالكتروني يوم 15/8/2021، ولن يسمح لاي طالب بالتقديم بعد هذا الموعد. مهم جدا الميعاد ده، 15/8 خلاص. 11، طلاب المدارس الرسميه للغات ليس لهم تقديم الكتروني، هيقدم مباشره ملف ورقي لحين صدور تعليمات اخرى لهم بالتحويل. يبقى اللي في مدرسه لغات هيقدم ملفه ورقي خلاص لحد ما يجي له امر تاني بالتحويل تاني. لو انا عايز مثلا ما اكملش في مدرسه ثانوي لغات، عايز اروح مدرسه ثانوي عاديه، لازم برضو اقدم ورقي. تمام. بعد كده اخر حاجه، بالنسبه لطلاب فصول الخدمات المسائيه، سيتم تحديد مرحله ثانيه لهم بعد 15/8/2021، ونحن في انتظار طلاب التعليمات بخصوص طلاب الخدمات بعد تاريخ 15/8/2021 باذن الله. يعني ايه طلاب الخدمات؟ اللي هو بيخش ثانوي عام تمام بمجموع اقل من ثانوي عام، وبيدفع مصاريف شهريا سنويا حوالي 1000 جنيه او اكتر خلاص. طلاب دول بيكونوا فصول خدمات مسائيه، ولهم طبعا يستلموا تابلت ولهم كل حاجه زي الثانويه العامه بالظبط تمام، بس بعد يعني مجموعه ما يكونش ثانويه زي مجموع الثانويه العامه، لهم مجموعه طبعا اقل من الثانويه العامه. دول بعد كده هيتم التعامل معاهم ازاي؟ بعد 15/8، بعد 15 8 تمام. ده كل اللي حصل، وقال لك تحياتي الارجو طبعا النشر والاعلان على صفحات مدرستكم واعلان باولياء الامور، لان طبعا مهم جدا الحته دي تمام. التوزيع الجغرافي اولا، الالتزام بالتوزيع الجغرافي، الطلاب ال 266 زي ما احنا لهم حق على مستوى الاداره يقدموا في اي في اي مدرسه. ملخص الفيديو بتاع النهارده، ان كل اللي قدم الكتروني هيقدم تاني، وبعد ما يقدم هيطبع الورقه وهياخد الملف بتاعه وهيروح المدرسه اقرب مدرسه توزيع جغرافي هو اختارها يقدم فيها الملف بتاعه باذن الله. تمام، ده الملخص بتاع الفيديو، وهعمل لكم ان شاء الله فيديو جديد الخطوات التقديم الالكتروني جديد من الاول للاخر، من الالف للياء الخطوات التقديم باذن الله. فتابعونا في القناه عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله باذن الله بنقدمه. ويا ريت لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس ويستفيدوا، ولو عايز اي حاجه مكتوبه في التعليقات وارد عليك ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.